راسك معايا يا رب، بنباركك لانك رب المراحم فعلا، يا ابو الرأفات، يا اله التعزيات، يا قلبك مليان حب وحنان تجاه شعبك بالاخص. بنصلي من كل قلوبنا ان تعزياتك تغمر القلوب اللي نجتنا من موت مثل هذا وتنجي، ولنا الثقة فيك انك تنجي، عشان تعلمنا في كل يوم انك حنين وبتصبر ايام وسنين. ما فارقناش ابدا احسانك من واحنا لسه في رحم الام، الرحمة شالتنا وما سابتناش، مش بس رحمة للماضي لكن رحمة للي جاي، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الابدية. ادي رحمتك تستولي على القلوب، كل واحد فينا يتغنى انما خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي. عظم اسمك في وسطنا الليلة، ودينا كلام عن افتتاح الفم، شجع قلوبنا برؤياك وقوي ايماننا بالثقة فيك، وخلي الكلام اللي نسمعه يكون سبب تشجيع ودفعة في حياتنا الروحية للامام، يكون المؤتمر ده سبب فرق في حياتنا وعنصر فاصل في قراراتنا، ونخرج بقرارات حكيمة جديدة نعظم فيها شخصك ونعلي فيها كلمتك ونرفع راية طاعتك واعلان مشيئتك على حياتنا، وتسبق ارادتنا في ارادتك، ونعيش اللي جاي احسن بكتير من اللي فات، لنا ثقه فيك انك هتفعل لك يا رب كل المجد. امين. اشواق البركه جوانا تشبعنا رضا وتفيض فينا، اشواق للبركه جوانا تشبعنا رضا عن المسيح في سفر إشعياء، نبوة إشعياء. هقرا في البداية جزء من إشعياء 9، وبعدين هقرا حاجات تانية لما يجي وقتها. إشعياء 9 ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق،
كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أكثرت الأمة، عظمت لها الفرح، يفرحون أمامك كالفرح في الحصاد، كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة، لأن نير ثقله وعصا كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان، لأن كل سلاح المتسلح في الوغى وكل رداء مدحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. كمان حارة جزء جه في إنجيل متى أصحاح 4، إنجيل متى أصحاح 4، هنلاقي إتمام لهذه النبوة اللي ذكرها إشعياء في أصحاح 9. إنجيل متى أصحاح 4 نرى من عدد 12: ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل، وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. آمين. موضوعي بنعمة الرب النهاردة عن حياة المسيح وبدء خدمته. الثلاث سنين وأكثر اللي قضاهم المسيح في الخدمة، اللي فعلا ما فيش زيه، شخص فعلا أبرع جمالا من بني البشر. احنا عارفين ان المسيح ثلاث أمجاد، علينا أن لا نخلط بينها، نميز بينها. ليه المجد الإلهي وده من الأزل وإلى الأبد، وليه المجد الملكي، البعض بيسميه المجد الاكتسابي، نتيجة ما عمله اكتسب مجدا خاصا. وهذا المجد بنشوفه احنا الآن بالإيمان، وقريب جدا كل العالم هيشوفه. لكن عندما تجسد المسيح، عندما أخفى مجد لاهوته في حجاب ناسوته، وعندما لم يظهر مجد الملكي عندما جاء في صورة العبد، كان هناك مجد آخر بيشع منه كل خطوة، كل خطوة، هو اللي بنسميه المجد الأدبي. شخص رائع ملوش زي، بنتأمل فيه بنفت فتاتا زي ما كان بيعمله مع قربان الدقيق، وبنكله في مكان مقدس. بنتأمل في المسيح وبنعجب وبنسجد. واحد قال: العروسة لما استعرضت أمجاد عرسها ختمت بالقول: هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. لكن اللي ما تقدرش العروس تقوله احنا نقدر نقوله. ما كانتش تقدر تقول هذا حياتي، لكن احنا نقدر نقول هذا حياتي. وعليه فمن العار جدا جدا أن تكون حياتنا بهذه الصورة، كما قال كولوسي 3:4: متى أظهر المسيح حياتنا، حياتي أنا المسيح،
إذا كنا بنقول هذا ويظهر مني أمور محزنة، هذا لا يليق على الإطلاق. بيبتدي الأصحاح 9 اللي احنا قريناه الصبح، لكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. كلام ده نبوي حيتم في المستقبل، لأن حيجي زمن اسمه الضيقة العظيمة، وفي هذا الزمن هتبقى كلمة الله عزيزة. وعشان كده، ومش بس كلمة الله عزيزة، والبدائل المتوفرة في آخر أصحاح 8، إذا قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع المشقشقين والهامسين، ألا يسأل شعب إله؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. وبعدين النتيجة إيه؟ يقول كده: فيعبرون فيها مضايقين وجائعين، ويكون حينما يجوعون أنهم يحنقون ويسبون ملكهم وإلههم، ويلتفتون إلى فوق وينظرون إلى الأرض، وإذا شدة وظلمة قتام الضيق، وإلى الظلام هم مطرودون. ده كلام نبوي حيتم في المستقبل، لكن يلتقط الخيط لأنه عاوز يكلمنا عن إن هيحصل تغيير فجائي وكامل، لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. الكلام ده هيتم مستقبلا، لكنه تم بصفة جزئية زي ما قرينا في إنجيل متى أصحاح 4. ففي الحقيقة الشعب من زمان وهم في حالة ذل، وإلى الآن هم في ذل، ولسه بينتظرهم الضيقة العظيمة. اللي بيغير الحال عندما يأتي المسيح. عشان كده قد ايه المسيح كان متأثر وزعلان وبكى، أجهش بالبكاء عندما قال لأورشليم: لو كنت تعلمين حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، ولكن قد أخفي عن عينيك. فالرب زعلان على كل واحد بتعرض عليه الفرصة فيحتقرها، بيبكي على أمثال هؤلاء. هنا بيقول لنا إن في زمن أول وفي زمن أخير، وعاوزين نعرف إيه الزمن الأول وإيه الزمن الأخير. كما أهان الزمان الأول أرض زبولون وأرض نفتالي، يكرم الأخير، يعني يكرم الزمان الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. الزمان الأول: من بدري بدري أفرايم توغل في الوثني، من أيام يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. ثم بعد ذلك تم السبي بتاع الأسباط العشر، ثم بعد ذلك جاء السامريون وسكنوا هناك، ثم بعد ذلك سمي الجليل زي ما بنقرأ هنا جليل الأمم، نظرا لكثرة سكن الأمم. وعلشان كده كانوا بتوع اليهود المتكبرين بيحتقروا الجليل، لأنهم مليانين بناس جليلي، بناس من الأمم. فأهان الزمان الأول هذه المنطقة، هذه البقعة. لكن ربنا بيجي للغلابة، بيجي للواعين خالص. فكما أهان الزمان الأول أرض زبولون، يكرم الأخير، الزمان الأخير حيكرم هذه البقعة. إزاي؟ أول حاجة أن المسيح بحسب ما قرأنا في متى 2 يدعى ناصريا، عاش في الناصرة، تربى في الناصرة، كان المسيح هو جليلي. وعلشان كده تفتكروا ان في المحاكمة لما سمع بيلاطس ان يسوع من الجليل، قال هو الرجل ده من الجليل؟ الحمد لله فرجت، ابعت القضية بتاعته لمين؟ لهيرودس. فكان المسيح هو الجليلي المحتقر، لكن لما جه المسيح الى هذه البقعة كان هذا اكرام لهذه البقعة. مش بس المسيح عاش في الناصرة 3 سنين ونص الأخرانية، وحتى قبل كده كان عايش في الناصرة، فكل حياته عاشها في الجليل، لكن أيضا معظم آياته ومعجزاته عملها في هذه البقعة. احنا عارفين كفر نحوم قد ايه المسيح عمل فيها معجزات، وغير كفر نحوم عمل معجزات كثيرة في هذه المنطقة. الحاجة الثالثة اللي كان فيها إكرام لهذه المنطقة رغم أن الزمان الأول أهانها، أن معظم رسل المسيح المكرمين كانوا من الجليل،
ربما الوحيد المستثنى يهوذا الإسخريوطي، وده ما يشرفش. يعني كونه مش من الجليل يعني مكسب وليس خسارة. يبقى إذن ربنا قصد إنه يكرم هذه البقعة. إزاي أكرمها؟ الشعب بيقول هنا إيه؟ السالك في الظلمات أبصر نورا عظيما. مين النور العظيم؟ مش محتاج أقول مين. فالمسيح قال عن نفسه مرتين، يوحنا 8:12 ويوحنا 9:5، أنا نور العالم. فالمسيح هو النور. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. لما نرجع لإنجيل متى 4 الآية اللي قريتها نلاقي إن في تغيير. ما بيقولش هناك الشعب السالك في الظلمة، لكن بيقول الشعب الجالس في الظلمة. وإيه الفرق بين سالك في الظلمة وجالس في الظلمة؟ إحنا نعرفها في مصر لأن الكهرباء بتقطع كتير، ولما بتتقطع الكهرباء في البداية الواحد بيبقى عارف سكته بيقدر يمشي، لكن بعد فترة لما بتزداد حلوكة الظلام الواحد بيضطر اضطرارا إنه يعمل إيه؟ يجلس، ما يعملش أي حاجة، لأنه لو عمل أي حاجة مش ضامن النتائج. لذلك كلمة السالك في الظلمة يعني فيه شوية بصيص وشوية أمل. الشعب الجالس في الظلمة معنى إن هم نفسهم يأسهم من أي شيء، فجلسوا في الظلمة ما عادش فيه هناك لا عمل ولا أمل. لكن الحمد لله، وزي ما بقول لكم ربنا بيجي للغلابة التعبانين. أول عظة مسجلة وأول عظة للمسيح قالها في مجمع الناصرة، في العظتين دول، موعظة الجبل أول عظة مسجلة وموعظة مجمع الناصرة أول عظة قالها، الاثنين بدأها بتطويب المساكين. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. كنت بتكلم عن الألم من يومين في قناة الكرمة، وقلت إن الألم من وراء نفع للمؤمن وللخادم وللخاطئ. إيه فايدة الخاطئ؟ الألم لما بيكتاس في الخاطئ، قلت إن كتير جدا ناس ما بتعرفش ربنا إلا نتيجة الألم الشديد. وجبت القصة المشهورة اللي احنا عارفينها، قصة الابن الضال. لما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، ولما حدث جوع شديد مضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، منتهى الذل. لكن لغاية كده ما رجعش لأبوه، لأنه كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرلوب التي كانت الخنازير تأكله، ولو كان لقى أكل الخنازير ما كانش رجع لأبوه. ربنا سمح أنه يبقى أقل وأحط من الخنزير علشان يفكر في الخير اللي بيفضل عند الأجراء في بيت أبي. أحبائي، هذا طبعا أقدر أجيب أمثلة كتيرة أكتر من كده، لكن هذا يكفي أن الضيق والذل كثيرا ما حول قلوب الناس رجوعا إلى الرب. لذلك دعونا نشكر ربنا على كل حاجة. ما بيغلطش، ما بيغلطش، أمانته ملهاش حدود وفاءت الأوصاف. عشان كده جاء النور. أقدر أقول النور ليه معنى مزدوج. النور المعنى الأولاني أشرت إليه اللي هو المسيح نور العالم، لكن أيضا كلامه، كلمة الله هي النور. الأصحاح اللي فات إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. يعني النور هو كلمة الله، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. الوصية مصباح، الشريعة نور. عشان كده المسيح لما جه كان أهم شيء مش أنه يعمل معجزات، لكن أهم شيء كان يخاطب بالكلمة. وأحبائي، أعتقد أنه بركة عظمى أن ربنا بيجمعنا في مثل هذه التجمعات علشان يسمعنا كلامه. إحنا محتاجين لكلمة الله. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. عشان كده احنا بنشكر ربنا. اللي بيسمع كلمة الله ذهنه منور، قلبه منور. اللي بيشوف المسيح وبيتعامل مع المسيح شخص عايش في النور فعلا. واحنا بنشكر ربنا ان لينا المسيح ولينا الكلمة المكتوبة بالإضافة الى الكلمة المتجسد. مش هتكلم عن
بعد كده لأن أشرت إليه في الصبح، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه الاسم الخماسي الجميل. أول حاجة عجيبا شخصه، تاني حاجة مشيرا كلامه، تالت حاجة الله القدير. كلمة إلها قديرا هي بعينها اللي جت في الأصحاح اللي بعديه في أصحاح 10 الآية 21، ترجمت في أصحاح 10 21 الله القدير، نفس الكلمة العبرية. يعني هنا لو ترجمناها وقلنا يدعى اسمه عجيبا مشيرا الله القدير. الحاجة الرابعة، وده هنا بنشوف إلها مشيرا عجيبا، عجيبا شخصه، مشيرا كلامه، الله القدير أعماله. وأفتكر أعمال المسيح أثبتت وبرهنت أنه الله القدير اللي مفيش حاجة بيعصر، مفيش حاجة تعصر عليه. الحاجة الرابعة أبو الأبدية، الترجمة الدقيقة مش أبا أبديا، ليس في أقانيم اللاهوت هو الآب حاشا، لأنه هو الابن، لكن الترجمة الدقيقة أيضا أبو الأبدية. يعني حتيجي الدهور الآتية، مين أبو الدهور الآتية دي؟ هو أبو الأبدية. وآخر حاجة رئيس السلام. يعني أقدر أقول إن أولا بيكلمنا عن شخصه، نمرة اتنين عن كلامه، نمرة تلاتة عن قوته أعماله، نمرة أربعة عن قيامته من الأموات وحياته التي لا نهاية لها، ثم أخيرا تأثيره وفعله عندما يأتي ويملك على الأرض رئيس السلام، ثم يضيف لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. يعني المسيح هيملك يا إخوة، والمسيح لما يملك هيعل يحل السلام على الأرض. الكلام ده مؤكد، مؤكد تماما، زي ما إن مجيء المسيح الأول تم، لابد أن مجيء المسيح الثاني يتم. وفي مجيء المسيح الأولاني حط أساس اللي هو البر، في المجيء الثاني هيتمم الغرض وهو السلام المبني على البر. عشان كده بيقول لنا لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود. وما تنسوش ان البشارة للمطوبة العذراء مريم، يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. البعض يقول كرسي داود المسيح جالس عليه دلوقتي، عرش داود مش في السماء، عرش داود في أورشليم، ليس لداود عرشا في السماء. المسيح النهاردة مش جالس على عرش داود، لكن جالس على عرش الآب، كما غلبت أنا وجلست مع أبي في